إذن أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيدان لتغطية أحداث مستجدات بطولة الألاف الرياضية الرمضانية الثالثة على كأس الفقيد للأستاذ زاهد قدسي هنا على أرضية ملعب الاحتراف يقف بجانبي في هذه اللحظات رئيس فريق مطبخ بن أحمد، الفريق اللي يلعب مباراته ما قبل الأخيرة في هذه البطولة أمام فريق دلالات العالمية. الأستاذ تركي حرازي، بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيدان. الله يحييكم، حياكم الله، الله يجزاكم العافية. أستاذ تركي، فريق مطبخ بن أحمد فرقة استحقت وبجدارة أن تصل إلى هذا الدور، كيف تابعت شوط المباراة الأول وكيف كان مستوى الفريق في الفترة الأولى؟ والله الفريق الأول، الشوط الأول والله المباراة طيبة، يعني أدوا اليوم اللي عليهم العيال شوية الشوط الأول، إن شاء الله الشوط الثاني يكون إن شاء الله مجهود أكبر. أستاذ تركي، بخصوص فريق مطبخ بن أحمد والمشاركة في هذه البطولة، كيف شفت مستوى الفريق مناصفة مع البطولات الماضية؟ أيوة، ما مدى بعد النظر لكم في هذه الدورة؟ والله الفريق كويس، وإن شاء الله بإذن الله السنوات الجاية يكون بإذن الله أفضل، بإذن الله يكون أفضل، مع أنه كويس الفريق الآن الحمد لله كويس. بطولة العلاف تحمل اسم شيخ المعلقين، تحمل اسم الفقيد الأستاذ زاهد قدسي، كيف شفت هذه البطولة ومستوى تنظيم هذه البطولة وهذه الدورة الثالثة في نسختها؟ والله أول شيء الله يدي العافية الأستاذ أسعد العلاف، يعني سوى بطولة الحمد لله تليق باسم الفقيد رحمة الله عليه، وإن شاء الله تكون نهايتها طيبة وخير بطولة إن شاء الله أهل مكة. أستاذ تركي، توقعاتك في شوط المباراة الثاني؟ بإذن الله نفوز. نتيجة؟ 2-0 إن شاء الله. بخصوص المكافآت هل تكون متواجدة؟ إن شاء الله. شكرا لك. الله يكون عافية.